هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. نستعرض مع حضراتكم في هذه الدقائق أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الذي انعقد بكامل هيئته اليوم وبرئاسة الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الثلاثاء 2 أغسطس. المجلس الحقيقة في البداية رحب بشركة الأهلي لكرة القدم التي حضر أعضائها جميعا هذا الاجتماع، اجتماع مشترك الحقيقة برئاسة السيد ياسين منصور ومعه الدكتور مصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والكابتن علاء عبد الصادق عضو المجلس وأيضا السيد عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم. في البداية بعد أن رحب الكابتن محمود الخطيب بجميع الحضور تم استعراض الحقيقة الموقف المتعلق بشركة الأهلي لكرة القدم ومسؤوليتها تجاه الفريق الأول لكرة القدم وكل ما يتعلق بشؤون كرة القدم. وفي البداية وافق المجلس بإجماع الآراء، مجلس إدارة النادي الأهلي بإجماع الآراء على تفويض الكابتن محمود الخطيب ممثلا عن الجمعية العمومية للشركة وممثلا لمجلس إدارة النادي الأهلي أيضا في التنسيق بين الشركة والنادي الأهلي، التنسيق الكامل في كل ما يتصل بجوانب إدارة شؤون كرة القدم. ثم استعرض الحقيقة استعرضت الشركة السياسات التي ستتبعها شركة كرة القدم فيما يتعلق بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني وكذلك آليات التي ستتبع أو الآليات التي ستتبعها الشركة في التعاقد مع الشركات أو الشركة العالمية الموردة للملابس الرياضية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية وأيضا رسوم الترخيص باستخدام العلامة التجارية للفريق الأول لكرة القدم، ملابس الفريق الأول لكرة القدم. ثالثا تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم خاصة فيما يتعلق بإدارة الشركة والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة وهيكلها التنظيمي. أربعة تم استعراض السياسات التي ستستخدمها شركة الأهلي لكرة القدم وتوقعاتها أيضا بشأن التدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025. كذلك استعرض المجلس في اجتماعه مع شركة الأهلي لكرة القدم العلامة التجارية اللي هي الشعار الخاص بالفريق الأول لكرة القدم وكذا قطاع الناشئين وأكاديمية كرة القدم وأيضا أكاديمية كرة القدم للسيدات، وقد اعتمد المجلس هذه الشعارات في جلسة اليوم. سادسا الحقيقة إنه الشركة عرضت كافة التحاليل المالية والبيانات المتعلقة بنشاط كرة القدم خلال الفترة من 2017 حتى 2022. هذه البيانات وهذه المعلومات كانت لدى الشركة من حوالي 6 أشهر وكانت تقوم بدراستها. في هذه الجلسة عرضت الشركة التحليل الكامل لكافة البيانات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم خلال هذه الفترة ال5 سنوات الماضية من 2017 حتى 2022 وما يرتبط بها من عقود تجارية. وقدمت يعني تحليل كامل لكافة الجوانب المالية المتعلقة بالشركة، وقرر المجلس في هذا الإطار أن تتولى الشركة المسؤولية كاملة بمجرد الانتهاء من الموسم الرياضي الحالي ومطلع الموسم الرياضي القادم. مفروض أن هذا الموسم ينتهي في 31/8/2022 واستلام جميع الجوانب المتعلقة بنشاط كرة القدم وكذا، ودي نقطة مهمة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه إنجاز جميع العقود التجارية للموسم الجديد والعقود التسويقية أيضا. كل ما يتعلق بالعقود التجارية والتسويقية أصبح مهمة شركة الأهلي لكرة القدم، وستبدأ في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه العقود خلال الأيام القليلة المقبلة ومع بداية الموسم الرياضي المقبل إن شاء الله. سابعا تم تكليف السيد عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بحضور الكونجرس الخاص بالكاف والمقرر انعقاده في دولة تنزانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري والمتعلق بإجراءات
دوري السوبر الجديد، دوري السوبر الأفريقي الجديد المزمع إطلاقه الحقيقة والنسخة الجديدة منه. عمرو شاهين يمثل نادي الأهلي في هذا الاجتماع. أيضا وفي خبر مهم وأخير، وفي إطار الحقيقة التحضيرات التي تجري على قدم وساق، اعتمد المجلس، مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، الجوانب المتعلقة بهذه التحضيرات والمخصصات المالية المتعلقة بتجهيزات الأثاث والفرش لفرع القاهرة الجديدة، الفرع الرابع للنادي الأهلي اللي هيكون موجود في منطقة التجمع بمدينة القاهرة الجديدة، وأيضا الأثاثات الخارجية في الحدائق وخلافه ومنطقة حدائق وملاعب الأطفال، وفي اهتمام كبير بها جدا. وكذلك كلف المجلس الاستشاري الهندسي للفرع الرابع بالقاهرة الجديدة صبور للبدء في تشكيل لجان الاستلام، وعلى الفور الحقيقة اللجان بتعمل ليل نهار من أجل استلام هذا المشروع خلال يعني أيام قليلة. وقد بلغت استثمارات إنشاء الفرع الجديد للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة ما يقرب من مليار وستة من عشر، مليار وستمائة مليون جنيه. من ضمن هذا المبلغ وهذه الاستثمارات قيمة الأرض اللي قام مجلس إدارة النادي الأهلي بسداد النسبة الأكبر منها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وده اللي يفسر الحقيقة يعني هذا المبلغ الكبير اللي تم استثماره. لكن اللافت والشاهد أنه تم إنشاء هذا الفرع الحقيقة طبقا لأحدث النظم والمعايير المتعلقة بإنشاءات الأندية الرياضية والاجتماعية، وعلى كل أهلاوي أن يفخر بهكذا فرع، هو مفخرة بالفعل تمثل إنشاء رياضي واجتماعي فريد ومتميز، من حق عائلة النادي الأهلي وأعضاء الأهلي جميعا أن يفخروا به. إن شاء الله قريبا يعلن عن الافتتاح، ونحتفل ونهنئ أيضا أعضاء عائلة النادي الأهلي الجدد المنضمين لعضوية النادي الأهلي، واللي هيرتادوا هذا الفرع في هذه المنطقة الساحرة بالقاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس قريبا إن شاء الله. كل الشكر لحضراتكم، دائما يبقى النادي الأهلي في المقدمة، ومصر هي الوطن والملاذ وهي المظلة التي تجمعنا. شكرا لحضراتكم.